شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تعزوه وتنسبوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخا ابن عمي دون رجالكم، فنعم المعزي إليه، فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة. أوصاف النبي، ثم تنتقل إلى أمير المؤمنين وجهاده. صادعا بالنذارة، مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا ثبجهم، آخذا بأقوامهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يكسر الأصنام وينكت الهام، حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، وحتى تفر الليل عن صبحه، وأسفر الحق عن محضه، ونطق زعيم الدين، وخرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيض النفاق، وانحلت عقد الكفر والنفاق والشقاق، وفهتم، أي نطقتم، فاه أي فاح ونطق، وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماس، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وكنتم على شفا حفرة من النار. تذكرهم سابقتهم قبل الإسلام، كيف كان وضعكم، الذل يعيشون والهوان والصغار. كنتم على شفا حفرة من النار، غذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، دوسكم الأقدام وانتم ضعاف وأذلة، تشربون الطرق، الماء الملوث، ماء المطر الملوث بأبوال الإبل، تشربون الطرق وتقتاتون البت، أذلة خاسئين صاغرين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله، فأنقذكم الله بأبي محمد. بعد اللتيا والتي، بعد اللتيا والتي، وبعد أن مني ببوهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن الشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه عليا، اذكر عليا لأن أخ، النبي ما قال في حق أحد أخي غير علي، ما قال في أخا عليا، أنا أقول عليا، علي أخي، قال مرارا أنا أخوك في المؤاخاة، قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ، أي لا يرجع، حتى يطأ صماخها بأخمصه، يدوس على رؤوسهم، يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، قريبا من رسول الله، سيدا في أولياء الله، مشمرا ناصحا، مجدا كافحا، لا كادحا مكافحا، كادحا لا تأخذه في الله لومة لائم، وأنتم في رفاهية من العيش، وادي علي مقدم الجبهة هناك مشغول يفرس ويفترس الدئاب والأبطال، وانتم فيكم بالفي قاعدين بالظلال، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، يا ريت ساكتين تحكون الفتن، تتربصون بنا الدوائر، وتتوقفون الأخبار، وتنكصون عند النزال، تهربون وتفرون من القتال، من القتال، فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهرت فيكم حسيكة النفاق، وسملت الباء الدين، ونطق كاظم الغاوين، الأفواه اللي كانت مخرسة الآن جرأتوا شطعتوا طعتوا رؤوسكم، ونبغ خامل الآفلين أو الأقلين، وهدر فريق المبطلين، فخطر في عرصاتكم، وأضع الشيطان رأسه من مغرته هاتفا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين، وللعزة والغرة فيه ملاحظين، ثم استنهضكم فوجدكم خفافا، دعاكم رأسكم استجبتم لنداء الشيطان، وأحبشكم فألفاكم غضابا.
فوسبتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم، هذا والعهد قريب والكلم رحيم، والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، فهيهات منكم وكيف بكم وأنى تؤفكون. وكتاب الله بين أظهركم، أموره ظاهرة وأحكامه زاهرة وأعلامه باهرة وزواجره لائحة وأوامره واضحة، وقد خلفتموه وراء ظهوركم، أرغبة عنه تريدون أم بغيره تحكمون؟ بئس للظالمين بدلا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم لم تلبثوا إلا كريت أن تسكن نفرتها ويسلس قيادها، ثم أخذتم تورون وغدتها وتهيجون جمرتها وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي وإطفاء أنوار الدين الجلي وإهمال سنن النبي المصطفى، تشربون حسوا. شوف البلاغة والفصاحة، ما في مجال شرح كاتب شروح الخطبة هذه. تشربون حسوا في ابتغاء وتمشون لأهله وولده في الخمرة والضراء، ونصبر منكم على مثل حس على مثل حس المدى، نصبر مثل تقطيع السكاكين البدن ووغز السنان في الحشا، وأنتم الآن تزعمون ألا ارتلنا، أفحكم الجاهلية تبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفلا تعلمون؟ بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أن ابنة النبي أن ابنته، أيها المسلمون أغلبوا على إرثي أغلبوا على إرثي، يا ابن أبي قحافة، خاطب أبو بكر على المنبر، يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك؟ روحي في ذاك يا فاطم، أغفر للدنيا، هلا والزهرة تطلع هالشكل تقابلهم وتبكي تثبت حقها وما تجد أذن صاغية. أيها المسلمون، يا ابن أبي قحافة أو قحافة، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم، حيث يقول: وورث سليمان داود، وقال في ما اقتص من خبر يحيى بن زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا. آيات مواريث القرآن موجودة، ما مخصصة ولا مقيدة، لكن أكو عبارة هنا اللي يعرفها لابد أن يتفسر قلبه لملامة الزهراء، وأنا أبينها لأن تحتاج توضيح. شوف وين وصل الأمر بفاطمة، روحي فداها. وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي، وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ أم تقولون أهل ملة لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ دقيقة واحدة، في قانون الإرث إذا الأب مسلم والولد كافر ما يقدر يحرم من أرث أبوه. أنا ليش تحرموني؟ أنا مو مسلمة، أنا كافرة يا جماعة. شوف المصيبة هنا. أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم فدونكها مخطومة مرحولة كالناقة مخطومة
الحكومة، خذ مصبوغ الخلافة وحقي وفداك. تلقاك يوم حشرك ونشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد صلى الله عليه وآله، والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم التندمون، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ثم رمت، التفتت إلى الأنصار، عندها عتاب خاص ويا الأنصار، رمت إلى الأنصار بطرفها فقالت: يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام، ما هذه الغميزة في حقي؟ ليش السكوت والسنة عن غلامتي؟ السنة النوم قدمت عن النوم. ليش؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، المرء يحفظ في ولده، سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة، ولكم طاقة بما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول، أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله؟ فخطب الجليل استوسع وهنه واستنهر فتقه وانفتق رتقه، واظلمت الارض لغيبته، وكسفت الشمس والقمر، وانتثرت النجوم لمصيبته، واكدت الامال، وخشعت الجبال، ووضيع الحريب، وازيلت الحربه عند مماته. فتلك والله النازله الكبرى والمصيبة العظمى، لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلة، أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في أفنيتكم، في ممساكم ومصبحكم، يحتف في أفنيتكم هتافا وصراخا. يعني الآن انقلبتم علينا، القرآن متنبئ، القرآن يقول: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إيهن بني قيلة، الأنصار بني قيلة، أهضب تراث أبي وأنتم بمرأ مني ومسمع ومنتدى ومجمع، تلبسكم الدعوة أو وتشملكم الخبرة، وأنتم ذو العدد والعدة والأداة والقوة، وعندكم السلاح والجنة، توافيكم الدعوة فلا تجيبون، وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون. أستغيث بكم 40 ليلة تدور كما قلنا، وإذا بها روحي فداها، تجد الأبواب موصدة مغلقة بوجوهها، ترجع وين؟ تشكو شكواها لأبوها، ويا قومك يا أبويا ما رعاني، وخلاف عينك مرمراني. أنتي تبكي، ما تبكي أمام أمير المؤمنين لئلا يتألم، وإذا يشكون منها يا عيني فاطمة سلبت راحتنا، عينها محمرة من أثر اللقمة، إذا جلست أمام علي تكسر جفنها فاطمة، تكسر جفنها تغمض لئلا يرى علي حمرة عينها. حانت منه التفاته، راى عين الزهراء كعلقة دم. أيوة فاطمة، فاطمة ما لي أرى عينك محمرة من البكاء، كثرة البكاء. قالت: أبو حسين شفتها، أنا حريت ما تشوف حمرة عيني، رأيتها، شو هالحمرة؟ قالت: يوم أخرجوك إلى المسجد خرجت خلفك منادي أخل ابن عمي، طعت أدافع عنك، رجع للمغيرة، رجع خالد، رجع قرفوز، هذا بالسوق، هذا بكعب السيف، هذا أخيرا رجع إلي عمر بنفسه، لطمني على عينيه. أيوة فاطمة، وجاوز الحد، عظم الله أجوركم. تجي
المصطفى. واخيرا اشتوت اجت امير المؤمنين تطلب منا الامام هاج روح الفداء. ابو حسين انا انظر بوجودك ابو حسين، ما نضيعت الهادي وانت تشفلت بهي يا علي، قدامك يضربون حتى اسود الابتوني الوج ولا يرحموني، وانا عليه كثير العين شنو العذر مني. قاتلتم العار وتحملتم الكد والتعب وناضحتم الامم وكافحتم الوهم، لا تبرحوا او تبرحون نامركم فتاتمرون، حتى اذا دارت بنا رحى الاسلام ودر حلب الايام، وخضعت ثغره الشرك وسكتت فوره الافك، وخمدت نيران الكفر وهدات دعوه الهرج، واستوسق نظام الدين، فاما عرتم بعد البيان واسرتم بعد الاعلام واشركتم بعد الايمان، بؤسا لقوم نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره، فالله تخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. الا وقد ارى ان قد اخلدتم الى الخفض وابعدتم من هو احق بالبسط والقبض، ابعدتم عليا صاحب الحق من هو اولى بالقبض والبسط، وخلقتم بالدعاء ونهوتم بالضيق من السعى او نجوتم، فمجزتم ما وعيتم ودسعتم الذي تسوقتم، فان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني روحي فداك. شوف العظمه والفصاحه والبلاغه. الا وقد قلت ما قلت هذا على معرفه مني بالخله التي خامرتكم، ادري بكم ما فيكم هد، لكن اتمام حجه. لا يقولون فاطمه ليش ما طالبت بحقها الا الحق، حتى يبقى التاريخ يسجل الزهراء ظلت مظلومه مظلومه الى ان قضت نحبها، وتبقى الظلامه الى ان يظهر ولدها يطالب المهدي عجل الله فرجه. على علم بالخله التي خامرتكم والغدره التي استشعرتها قلوبكم، ولكنها فيضه النفسات ونفثه الغيظ وغوار القناة وبثة الصدر وتقدمة الحجة، ودون نموها فاحتقبوها دبرة الظهر نقبة الخف باقية عار، يبقى عار عليكم، موسومة بغضب الله الجبار وشنار الأبد، موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فبعين الله ما تفعلون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فاعلموا واعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. فأجابها أبو بكر من على المنبر وقال يا بنت رسول الله لقد كان أبوك بالمؤمنين عطوفا رحيما وعلى الكافرين عذابا أليما وعقابا عظيما، إن عزوناه وجدناه أباك دون النساء وأخا إلفك دون الأخلة. يعترف أخا بعدك علي إلفك يعني ماكو غيره، وأخا النبي أخوه لعلي أخوه، وأخا لإلفك وأخا إلفك دون الأخلة، آثره على كل حميم وساعده في كل أمر جسيم، لا يحبكم إلا سعيد ولا يبغضكم إلا شقي بعيد، فأنتم عترة رسول الله الطيبون والخيرة المنتجبون، على الخير أدلتنا أنتم أن على الخير أدلتنا وإلى الجنة مسالكنا، وأنت يا خيرة النساء وابنة خير الأنبياء صادقة في قولك يذبح كلهم. الله أكبر، شوف النفاق والدجل، يعني هاي السموم شوف اسلوبها، انت صادقه في قولك سابقه في وفور عقلك، غير مردوده عن حقك ولا مصدوده عن صدقك، والله ما عدوت راي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب ولعنه الله على الكاذبين، ولا عملت الا باذن رسول الله. النبي قال لك انت الخليفه انصب حقك احفاظك وهو الكذاب الاشر، وان الرائد لا يكذب. شوف اسلوبا، شوف الشيطان،
ليش رمى فلان سيئة من سيئات الأول الثاني؟ هذا هنا أسلوبه. وإن الرائد لا يكذب أهله، وإني أشهد الله وكفى به شهيدا أني سمعت أباك رسول الله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورد ذهبا ولا فضة. شرحت لكم في المقدمة الحديث اللي ذكرته حتى أنا لا أعلق عليه: ولا ذهب ولا فضة ولا دارا ولا عقارا، وإنما نورث الكتابة والحكمة والعلم والنبوة، وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعدها يحكم فيه بحكمه. وقد جعلنا ما حاولتيه في الكراع والسلاح، اشترينا سلاح يقاتل بها المسلمون ويجاهدون الكفار ويجادلون المردة الفجار، وذلك بإجماع من المسلمين. كذب، هاي كذبة ثانية. لم أنفرد به وحدي ولم أستبد بما كان الرأي عندي، وهذه حالي ومالي هي لك وبين يديك. ما تريد مالك الله ليه وجهه حقها أخذت، لا تزوى عنك ولا تدخر دونك، وأنت سيدة أمة أبيك والشجرة طيبة لبنيك. لا ندفع ما لك من فضلك ولا نوضع من فرعك وأصلك، حكمك نافذ فيما ملكت يداي، فهل ترين أني أخالف في ذلك أباك؟ فقالت عليه السلام: سبحان الله. تسكت لطمته على حل لطمته أخرسته. سبحان الله، ما كان أبي رسول الله عن كتاب الله صادفا ولا لأحكامه مخالفا. هذا كلامك مخالف للقرآن؟ لكلام الله؟ حاشا أبي، بل كان يتبع أثره. أبي يتبع أثر القرآن ويقتفي سوره. أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالزور والبهتان؟ وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته. هذا كتاب الله حكما عدلا وناطقا فصلا، يقول: يرثني ويرث من آل يعقوب. قرآن قرينا آيات الإرث، وتقول النبي يقول ما ورد؟ كلام القرآن ثابت ومنسوخ، وانت تقول سمعت أباك هذا كذب. من اللي سمع هذا الكلام؟ فبين الله فيما وزع من الفرائض والميراث ما أزاح به علة المبطلين. أخيرا: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كلا بل سوت لكم أنفسكم أمرا، هذه فتنة معامرة منك وكذب. فقال لها أبوك: صدق الله وصدق رسوله. قال لها أبو بكر: صدق الله وصدق رسوله وصدق ابنته. أنت معدن الحكمة وموطن الهدى والرحمة وركن الدين وعين الحجة. آخر خطبة هنا اللي الزهراء بعد أيست وحي فداها: لا أعص صوابك ولا أنكر خطابك، هؤلاء المسلمين بيني وهؤلاء المسلمون بيني وبينك، قلدوني ما تقلدت وباتفاق منهم أخذت ما أخذت. أن ينكرر أبدا برأي خاص ولا اتفاق من المسلمين، غير مكابر ولا مستبد ولا مستأثر، وهم بذلك شهود. فالتفتت الزهراء إلى الناس وقالت: معاشر المسلمين المسلعة إلى الباطل المضي على الفعل القبيح الخاسر، أفلا تتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القرآن هي أفلا يتدبرون؟ كلا بران على بران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم، فأخذ بسمعكم فأخذ بسمعكم وأبصاركم، ولبئس ما تأولتم وساء ما به أشرتم وشر ما اكتسبتم. لتجدن والله محمله ثقيلا وغبته وبيلا، إذا كشف لكم الغطاء وبان ما وراءه من البأساء والضراء، وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون. آخر كلمة من الخطبة. وخسر هنالك المبطلون. ثم عطفت نحو قبر أبيها تشكو آلامها، ما حصلت مراوغة ونفاق ومراوغة أسلوب منحرف، قال تشكله وردت قبر النبي: قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخرب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها. ظلت تشكو لأبوها، ظلت ترجع لأمير المؤمنين. الإمام وين بالبيت أعزائي؟ منا راح نبدأ المصيبة. يوم وفاتها رجعت لأمير المؤمنين صلوات الله عليه تحثه، تذكرت أن هناك سيفا في غمده. الموقف يتطلب سيف، الموقف يتطلب قوة. السهراء ضعيفة، مرج عندها سلاح واقفة، قابلتهم بحجة أقوى، لكن الموقف يتطلب. يقول المتنبي: حتى رجعت وأقوال وأقلامي قوائلني المد للسيف ليس المد للقلم،
تكلم السيف فاسكت ايها البلم. حجي طلب قوة، دول مراوغة، ما خلت شيء الزهرة ما بينته، لكن اتفقوا على خذلانها. تريد قوة، تذكرت هناك سيفا في غمده، بعلها علي بالبيت ينتظرها، فلتعد اليه تحثه تحرضه. رجعت والامام يمتص الرواية، وعلي يتطلع رجوعها ويترقب قدومها. ذكر بعض اساتذة ابن نجف الله يرحمهم، كان منهم من يفتح الباب ينتظر نظري في الزهرة رجعت ولا يدري راح ترجع مهضومة ما تحصل شيء، يفتح الباب ويرجع للبيت، يدري الزهرة الآن ثائرة، الزهرة مهضومة، الزهرة ما تحصل شيء، ينتظرها. وإذا دخلت وجهها بوجه أمير المؤمنين تتفجر روحي فداها. جلست التفتت إلى علي، يا ابن أبي طالب. ذيك الكلمات اللي كانت قاسية، أبو حسين ليش ساكت عن حكي؟ أبو حسين يضربوني قدامك يا مسمون حكي وأنت ساكت. يا عام الجار بك الصار للزهرة ما تحمي، وويلا تبكي وتشتكي وتسمع يا شجاويها وبواجيها. يا علي تلوج وتمدح بفضة يا ابو الحسنيان وانت تشوف، ما ردت لهفتها وانت معود كل ملهوف، ردوا ليك حاطوا بيك قادوك بحبل مكتوب. واويلا ابو حسين يا حدر الباب الدار تسمع صرختي ووديني، ما تذهب تحاميني شنه العوقك عني. يا ابو حسين ارد اروح، انا راح ارحل من الدنيا، لكن انا مو راضي على القوم. الامام هاج، علي يسمع كلام الزهراء، هاج انفجر كالبركان. دخل الحجرة، لبس لباءه الاصفر، عنده جبه صفرة بالحرب يلبسها، تقلد سيفه، صار يطلع، خلى رجله بباب العتبه. المؤذن صاح، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله. الامام هاد نعم، سمع الزهره الصيح، ليتني مت قبله ان ياتي. ابناء الزهره، يا صاحب الزمان، شيعه الزهره. الامام انفجر، الزهره تقول لي رايتني ميته قبل ما انهبل. ابو حسين انا هنا بوجودك انظار، ليتني مت قبل ان ياتي، توفيت دون مذلتي. صار يطلع يشهر سيفه، المؤذن صار اشهد ان محمدا رسول الله. التفت الى الزهراء، قال لها فاطمه انا طالع اضع سيفي فيهم، لكن هذا الاسم يروح ينمحي بعد ما تسمعين ذكرا لابيك. الاسلام كله يقتي، او تصبري، او تصبري فاطمه، اريد تضحيه. الزهراء رجعت الى نفسها. اصور لك الموقف، كان الزهراء واقفه والامام جاي يطلع عند الباب بيد السيف، لما سمعت هالكلمه شافت ما بها طاقه قوه تمسك بيد علي. خانها جلدها، التفتت للحسن اولادها يمها، بني حسن، بني حسين، زينب، ام كلثوم، تمسكوا وتعلقوا بابيكم، كلموا لا تخلوا يطلع ابوكم، امنعوا قولوا له امنا تصبر، انا بقدر امنعه، بقدر احول الله لا يطلع، انتوا امنعوا منه لا يطلع، قولوا له امنا تصبر لا اموت. من اجل الاسلام ابو حسين ساصبر حتى يغنم الصبر. صبرت، صبرت الالام في بدنها. اعزائي شيخ عباس القمي يذكر في كتابه بيت الاحزان، ظلت الزهره الساده امكم 27 ليله تنام على جنب واحد. ليش؟ ما تنقلب على الجانب الاخر، لان الضلع مكسور. الدم يسيل من صدرها. ايوه فاطمة مثل بكره من دفنوها. وجوا الجماعه، قام يضرب عمر، يضرب ابو ذر بالسوف بيده، قال له اضرب، انا مو اشرف من فاطمه، الزهره ضربتها، والله لقد دفناها البارحه والدم يسيل من صدرها.
يوم يظهر حسن وحسين خيا لما انتنت من عندها المنية وصت تندفن بالليالي الاضرار يا علي انا وصيك بوصايا اول وصية ادفني اول وصية يا ابن العم يا ابن العم غسلني اكشف عني ما تريد يبقى الاعلام بدنها يا ابن العام اوصيك بالحسن الخير فكره يا مولانا لا تصح في وجههما تصبحان يتيمين يا ابن العم تزوج بعدين وهكذا يا ابن العم ادفني ليلا اذا هدات الاصوات وانا اغتسلت صنعت طعام اولادها عجله العجين خبزته صنعت طعام اولادها اسماء انا اذا متت خاف اولادي يبقون جياع غسلت الاولاد روح ادعو لكم فاطمه تريد واحده وقت المغرب ماتت الزهره تروح عيادتها يا شيعه تعب الامام طالع للمسجد اولادها طلعوا ادعوا لي لامكم اسماء انا داخل البيت اقرا اصلي ولدي انتظريني بقدر اقرا سوره ياسين صيحي لي ثلاث مرات اجبتك والا فاعلمي انا الحقك بابوي وصيتي تحت راسي ايده تحت راسها هالشكل كاتبه وصيه فيها سلام لكم محبيها وشيعتكم اولادها يا اولاد الزهراء شيء غريب وصيتها ان شاء الله مجالس اخرى نذكرها المجالس القادمه اعزائي من اسماء إذا أنا متت وجو أولادي لا تفاجئهم بوفاتي قدموا لهم الطعام إذا كلوا اخبريهم عظم الله أجوركم يا شيرة دقائق الأخيرة دقائق الأخيرة من مجلسنا الزهرة على فراش الموت تردد أنفاس الكل دخلت الفكرة سدك الباب سمعتها تقرأ القرآن ثم خمد صوتها سكتت ماكو صوت لها فاطمة الزهراء حبيبة النبي ارتاحت قضت لعبها شهيدة ايوا فاطمة صحت يا بنت رسول الله ثلاث مرات ماكو جواب دخلت الحجرة واذا بها قد غضت لعبها ايوا فاطمة وقدها أبا رح أموت كلميني
أسرع بعض الصحابة، إيش فيكم أولاد النبي؟ شفتم قبة قبر النبي، ذكرت ما جتكم. صاح هذا أوناس قد ماتت أم ولا أبوات. ماتت، تقول الرواية لما سمع علي أغمي على الزمان. الابيات الك الك سيدي، سيدي يا فرج الله، يا لهفي لها لقد اضيع بدرها حتى توارى بالحجاب. خمس دقائق بس باقي 14 دقيقة. تجرعت من رصاص الزمان Long
بمتون زينب من ضرب امها علامة ضلع واحد هش من الزهرة بن امية هشم واضلع ابي عبد الله في كربلاء وبكسر ذاك الضلع وضت اضلع فرج عنا يا الله. الدعاء توسلوا الى الله واقسموا على الله بالزهرة مصابها. الهي بضلع الزهراء المكسور بولدها المقتول، إلهي ببعلها المظلوم باضطرابها بين الحائط والباب، فرج عن المضطرين، فرج عن مولانا صاحب الزمان عجل فرجه، فرج عن شيعتهم، احفظ العراق من شر الظالمين، احفظ الأعتاب المقدسة، احفظ هذا البلد الجمهورية الإسلامية من شر الظالمين والكفر والكفار والمنافقين. اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا خصوصا في العراق، نجهم من أيدي الصداميين والوهابيين والكفار والمنافقين وأعداء أمير المؤمنين. اللهم أهلك أعداء أمير المؤمنين، عجل فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم اجمع الكلمة على الخير والتقى. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بمحمد وآل نقسم عليه. صل عليهم ومن على المرضى بالشفاء والعافية. احفظنا من فتن هذا الزمان، احفظ شبابنا ونساءنا ورجالنا وإخواننا. اللهم تغمد الماضين منا برحمتك، تغمد خدام الحسين خدام الحسينية برحمتك، شهداءنا مراجعنا والدينا ذوي حقوقنا مشايخنا. اللهم بلغ أرواحهم تحية ورضوانا منك، وارزقهم شفاعة الزهراء واحشرهم مع فاطمة الزهراء والحسين. عن والدينا ذوي حقوقنا إلى أموات السامعين والمؤمنين والنادر المات على الإيمان وكل خدام الزهراء والحسين. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعدنا فلا تنوانا.